Uh... <laughs> اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الأحداث التي حدثت في هذه الايام القليله الماضيه وهذا الزلزال المدمر الذي ارعب الناس وادخل الخوف على الناس، الناس يأون الى البيوت للراحه والسكينه والاطمئنان ولكنهم في هذه المره هربوا من هذه البيوت، الالاف المؤلفه رحلوا من الدنيا المصابون في كل مكان هذا الزلزال الذي جعل الناس شيئا ما يعود الى رشدهم البعض منهم السؤال ما هي علاقه هذا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا ومجموعه من الدول هل هنالك ارتباط بين هذه الحاله الكونيه وبين علامات ظهور الامام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، البعض يذهب الى مجموعه من الاسقاطات من هذه الاحداث وهذه هي المشكله، المشكله ان البعض مع احترامي لكثير من الاسماء واقدرها واجلها ولكن مع الاسف انه يقوم بالاسقاطات يعني الاحداث التي تحدث يحاولوا أن يسقطوا الروايات التي وردت عن أمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم على هذه الأحداث وهذا خطأ كبير يعني الأحداث التي تحدث لا نتمكن حتى الأحداث التي حدثت في سوريا حتى الأحداث المعارك الدماء والأحداث التي جرت في الماضي الكثير ذهب إلى وبدأ يسقط هذا إسقاط الحدث على هذا الواقع هذه مشكلة كبيرة لا نتمكن لا نتمكن أن نوقت فقد كذب الوقاتون الذين يجعلون يوم معين شهر معين سنة معين معينة لظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف الرواد الروايات صريحة وواضحة كذبة يكن من يكن يكن من يكن لا نتمكن أن نوقت ظهور الامام صلوات الله وسلامه عليه وايضا الاحداث التي جرت في الماضي البعيد والقريب وستجري والله العالم نحن ليس لنا علم الغيب ولا نتمكن ان نقوم بهذه الاسقاطات على القضايا التي حدثت وتحدث هذه القضيه مهمه جدا انه لا نربط كل حدث بقضيه الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، لاننا لو وقعنا في العلامات غير الحتميه هذا سيسبب لنا المشاكل. وكل علامه غير حتميه قد تحدث قد لا تحدث العلم عند الله. لا نتمكن ان نقول ان هذا الحدث يتعلق بظهور الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف، كما ان البعض وقع في هذا الانحراف بعض الاشخاص في هذا الزمن وبعض الاسماء الوارده في الروايات ايضا ربطوا هؤلاء الاشخاص وهذا انحراف عن العقيده السليمه المتعلقه بالامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. نحن نحوم في دائره اسمها العلامات الحتميه. العلامات الحتميه للامام صلوات الله وسلامه عليه الخمس الى الان لم تتحقق ولم يظهر شيء على ارض الواقع، لذلك نحن نبقى في هذه الدائره. واما موضوع الزلزال الذي حدث في تركيا وسوريا طبعا ليس في هذه في هاتين الدولتين وانما في دول متعدده حدث هذا الامر وهنالك تخوف ايضا في بعض الدول الان هنالك اجلاء لبعض القاطنين في بعض المنازل بعض العمارات وما زال الامر مستمرا الروايات التي تحكي عن اسباب الزلازل والزلزال نحن نرجع الى النص الماثور الوارد عن رسول الله واهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين نحن لا نتمكن ان نتحدث بالغيب فعلم الغيب علم يختص بالله تبارك وتعالى ورب وربنا اعطى هذا العلم الى رسول الله وائمه اهل البيت عليهم السلام لذلك نحن نعلن جميعا الجهل امام كل هذه الاحداث وانما نرجع الى الروايات الشريفه الوارده عن اهل البيت سلام الله عليهم اذا ما هي علامه وما هي اسباب الزلازل الروايه مرويه عن الامام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه حيث صرح الامام ان سبب الزلازل التي تحدث انما ارتكاب الفاحشه ارتكاب الفاحشه وانتشار الفاحشه وارتكابها انما هو من اهم الاسباب في قضيه الزلازل طبعا الروايه وارده عن الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يتكلم انه اذا فشى اذا فشت اربعه ظهرت اربعه نحن مورد الشاهد نتحدث عن موضوع الزلزال اذا فشى الزنا ظهرت الزلازل ليس الزنا فقط هكذا وانما اذا الامام يقول اذا فشى الزنا فاذا اذا انتشرت هذه الحاله وان انما يدل على ان هذه اسباب ومسببات والدنيا هي قائمه على دائره العله والمعلول يعني هذه الزلازل ليس هي قضيه طبيعيه الان علماء الجيولوجيه يتكلمون عن اسباب الارض وان الارض وما يجري على الارض وطبقات الارض وكيف يكون هذا الامر هذا كل امر صحيح ولكن هذه الاسباب تحدث لماذا يقول الامام الصادق عليه السلام انتشار الفاحشه اذا هذا خطر يواجه الجميع وهذا جرس الانذار الى الجميع كلما تبتعدون من الله تبارك وتعالى كلما ينزل البلاء كلما تحدث هذه الزلازل كلما تحدث هنالك مصائب قائمه والله العالم روايه اخرى عن الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول واعتبر واعتبر ذلك بما يصيب الناس حين الزلازل على قله مكثها بالنتيجة في بعض الدول طولت الزلزلة دقيقة بعض الدول مثلا كلبنان في بيروت الأهالي حسوا أربعون ثانية وهذه الحركة ليست هي يعني تصورون ثواني قليلة أربعون ثانية طبعا هذا اللي ساكن في عمارات كبيرة وطويلة يشعر بها بصورة عجيبة وغريبة واعتبر ذلك بما يصيب الناس حين الزلازل على قله مكثها بالنتيجه وقت قليل جدا حتى يصيروا الى ترك منازلهم والهرب عنها الناس اللي كانوا يقيمون يقيمون في هذه المجال البيوت والمنازل يهربون منها روايه اخرى موجوده ايضا ايضا نتكلم عن موضوع هذا الزلزال وحدث الساعه وعلاقته بالقضيه المهدويه الروايه عن الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أيضا قال إن الزلازل والكسوفين والرياح الهائلة من علامات الساعة والساعة لن تكون إلا بعد ظهور الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه بالنتيجة هذه علامات الساعة هي تسبق ولا شك أن قضية القضية المهدوية وظهور الإمام يسبق الساعة ويوم ال قيامة فاذا رايتم شيئا من ذلك ايها الناس خطاب من صادق ال محمد صلوات الله وسلامه عليه فاعتبروا الانسان يراجع نفسه ويعتبر ولكن البطون التي ملئت على الحرام ينظر الى الحدث يخشى ويخاف ولكنه مع الاسف لا يعتبر من كل هذه الاحداث الامام يقول فاذا رايتم شيئا من ذلك من الزلزال والخسوف والكسوف والرياح الشديده فتذكروا يوم القيامه ايها الانسان انت في هذه الدنيا غير باق انت في هذه الدنيا بمرحله مؤقته انت في هذه الدنيا تعرض لهذا الزلزال طبعا هذا الزلزال على مستوى الارض ونحن نعرض الى زلزال العقيده وزلزال الفكر وزلزال الايمان هذا الزلزال دائما موجود في حياه الانسان لذلك فتذكروا قيام القيامه وافزعوا الى مساجدكم توجهوا الى الله تبارك وتعالى بالاستغاثه بالتوبه بالاستغفار هذه الدعوه المستمره ان الشيطان يعمل على إبعاد الإنسان من التوبة والاستغفار، لذلك هذه الأحداث كلها دليل على ذلك، دليل على ذلك أقرأ رواية أخرى بما أنها فيها تفسير لآية ورواية أهل البيت، حري انه أن نعرف الأحداث التي تحدث ومجموعة من هذه الأسباب. الروايه عن الامام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه لما نزلت هذه الايه والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم يعني الانسان يرتكب معصيه يرتكب حرام ثم يتوب الى الله تبارك وتعالى الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في تفسير هذه الايه في بيان هذه الايه يقول صعد ابليس جبلا بمكه بعد نزول هذه الايه يقال له ثور فصرخ باعلى صوته بعفاريته فاجتمعوا فاجتمعوا اليه العفاريت والجن الكل اجتمعوا الى ابليس فقالوا يا سيدنا لما دعوتنا لماذا هذه الصيحه هذه الدعوه قال نزلت هذه الايه فمن لها والذين اذا فعلوا فاحشه فاحشه بالنتيجه هذا الطريق شيطاني او ظلموا انفسهم ذكروا الله بالنتيجه الانسان الذي يظلم نفسه الذي يرتكب معصيه يظلم نفسه الذي يرتكب الذنب يظلم نفسه الانسان الذي يوقع نفسه بالخطا يظلم نفسه ذكروا الله وقع في خطا يعني الانسان وهذه رسالة أحب أوجهها إلى الشباب إنه أنت شاب تقول عندي طغيان للغرائز والشهوات وارتكب معصية وقعت أنا حاولت أسيطر على نفسي ولكن النفس الأمارة بالسوء والشيطان أثروا علي لذلك وقعت في خطأ ضعفت أمام المعصية أمام الحرام فاستغفروا الله لذنوبهم بالنتيجة مباشرة أشعر نفسي بالخطأ والنفس اللوامه تعمل وارجع واعود الى الله تبارك وتعالى ابليس لما صعد بعد نزول هذه الايه قال فمن لها فقام عفريت من الجن قام عفريت من الشياطين فقال انا لها بكذا وكذا انا لهذه الايه بهذه الطريقه فقال ابليس لست لها فقام اخر فقال مثل ذلك فقال لست لها بالنتيجة ينظر إلى الوسائل للتصدي لهذه الآية فقال الوسواس الخناس أنا لها قال بماذا قال أعدهم أو أعدهم وأمنيهم حتى يواقع الخطيئة أجعل لهم أمنية يعني هذا الخطأ أطول أطول الأمنية لهم فإذا واقعوا الخطيئة أنسيتهم ال استغفار يعني أنا أعمل ماذا يعمل؟ يعني الإنسان يرتكب حرام يرتكب معصية ثم يعطي طولة البال تسويف يحاول أنه لا يستغفر فإذا واقع الخط بمجرد أن يقع الإنسان البعض يقول أنا أذنب وأستغفر لا بمجرد أن يقع الإنسان فريسة إلى أخطائه يقول أنسيتهم الإذن الاستغفار فقال أنت لها فوكله بها إلى يوم القيامة فإذا الخناس ماذا يعمل؟ يعمل أنه الإنسان يعطيه أماني وأمنيات ويحاول يوقع بالخطأ وينسي الاستغفار وفعلا فعلا الإنسان إذا يراجع نفسه يرى أن الكثير من الذنوب والمعاصي يرتكبها المفروض عرف هذا الذنب زين استغفر تب إلى الله لا يستغفر ليس عنادا وانما الشيطان يدخل تدخل كل المشروع لابعاد الانسان عن الايمان بالله، الانسان المهدوي الذي يريد ان يكون قريبا من الامام المهدي، تركنا موضوع الزلزال فاذا نحن نقول هذه مجموعه من الاحداث لا نتمكن ان نقول ان هذه الزلازل فعلا هي من العلامات الوارده في قضيه الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذه تكون علامات في الاطار العام ونقول والله العالم العلم عند الله تبارك وتعالى الانسان يكون من يكون حتى اذا كان باحث حتى اذا كان مركز دراسات حتى اذا كان محقق لا يتمكن ان يقطع يقينا بان هذا الحدث مقدمه لقضيه الامام صلوات الله وسلامه عليه في الاطار العام وال... والله العالم والله العالم لأن قضية الإمام نحن لا نعلم التفاصيل نحن نقرأ روايات وردت عن أهل البيت ونسير في ذلك فإذا الإنسان في هذه الدنيا مليئة بالفتن والانحرافات والأخطاء وأهل الضلالة والشيطان وجنود الشيطان وعفاريته الكل يتدخل لإبعاد الإنسان المؤمن عن الله أنت الإنسان الذي تريد أن تكون مهدويا تريد أن تكون قريب من الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه تقول كيف أكون إنسان مهدوي كيف أكون قريب من الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه كيف أرضي الإمام المهدي عني ترضي الإمام المهدي بالدين أنك لو اتبعت الدين ما هو الدين؟ الدين ما يدان به الإنسان ما يحاسب به الانسان، اذا نحن في عصر الغيبه علينا بالدين، يعني ماذا؟ يعني علينا بالمرابطه، المر... المرابطه يعني ماذا؟ يعني الاستعداد المستمر، المقاتل لما يذهب الى القتال ولما يقاتل يعني ماذا يقاتل؟ يعني هو مستعد دائما في مواجهه العدو. نحن الان في عصر الغيبه و عصر غيبه الحجه ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدمه الفداء، ما هي مسؤوليتنا؟ الدين ان نلتزم بدين الله تبارك وتعالى. هذا الدين الذي هو البعض طبعا يدخل المزاجيه في موضوع الدين، يعني ماذا؟ اذا اردنا ان نقول الدين هو مزاجيه بمعنى انه كل انسان يفسر الدين على مزاجه، البعض يقول هذا انسان متشدد دينيا او متطرف دينيا، احنا ما عندنا تشدد في الدين ليس هنالك تطرف في الدين الذي يقول الدين المتطرف هذه مفرده وجمله خاطئه او هذا انسان متسامح وهذا متشدد، حكم الله تبارك وتعالى حكم واحد. حلال محمد حلال الى يوم القيامه وحرام محمد حرام الى يوم القيامه، لا نتمكن ان نقول ان الامر يتعلق بالاشخاص، انما الدين هو حكم الله تبارك وتعالى، تلك حدود الله فلا تعتدوها، نظام الهي اقره الله لسعاده الانسان. نحن الان مع وجود كل هالتقنيات كل هذه العوامل التي تبعد الإنسان عن الله تبارك وتعالى فعلا نحن نحتاج الدين لكي نتعلق بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه حتى نرتبط بالإمام صلوات الله وسلامه عليه فالدين ما يدان به الإنسان والآيات القرآنية كثيرة في ذلك تحكي على الدين وأن الإنسان المهدوي أنت الشاب المهدوي أنت الفتاة المهدوية كل واحد من عندنا يحب هذه العباره الجميله والرائعه. في انسان لا يحب ان يكون ان يذكر بهذه الصفه انه انسان مهدوي. طبيعي الان الشباب الملتزم امنيه حياته هي هذه الصفه. تقول البنت قدم الي شاب مهدوي او يقول الشاب خطبت فتاه مهدويه يعني ماذا؟ المعنى اللي وجد عن روايات أهل البيت الإنسان المهدوي الإنسان المتمسك بدينه الفتاة المتمسكة بدينها ليس هي مجرد صفة نجعلها لأنفسنا فإذا نذهب الآن إلى روايات أهل البيت ماذا يقول الإمام الصادق في الإنسان الذي يعيش في عصر الغيبة يعني الآن وكيف لا بد أن يكون هذه مفردات فعلا مرتكز اساسي في الارتباط بالامام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف هذا هو الامتحان ليست هي قضيه امنيات وتمنيات لا واقع عملي في اصول الكافي للكافي رضوان الله عليه الروايه عن يمان التمار قال كنا عند ابي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه جلوسا فقال لنا انتم المهدويون انتبهوا جيدا اذا الى الان انت كانت عندك فقصفه الجانب الديني والايماني لابد ان يرتكز في حياتك ولازم تسعى لذلك انتبه لازم تسعى لابد أن تخطط لابد أن تبادر لابد أن تبدأ بالخطوات العملية يعني إذا كان عندك صديق يبعدك يبعدك أو يبعدك عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه احذفه من حياتك شيله من حياتك الأمور هذه ما فيها مزح مو قضية أهواء هذا صديقي وعندي علاقة فيه ولكن إنسان سيء ولكن انسان قاطع للصلاه عنده محرم لا 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 اقطع العلاقه فيه اقطع العلاقه فيها اذا الانسان غير مستعد يقول لا هو ما ياثر فيه اثر او ما اثر هذا موضوع اخر اذا فعلا تريد ان تكون في الخط المهدوي صديق السوء لازم تشيله صديقة السوء لابد أن أن تحذفيها من حياتك هذه أسس هذه شروط تسيرون بذلك الأمور تكون في ضمن عملية المرابطة في عصر الغيب الاستعداد المستمر فعلا أنا أضحي بكل شيء أضحي ولو هذه المفردة قد لا تكون دقيقة الإنسان الذي يترك صديق السوء لا يسمى تضحية الإنسان الذي لا يأكل الحرام لا يسمى تضحية طبيعي لازم ما أكل حرام طبيعي لازم ألتزم بصلواتي في وقتها طبيعي أي أمر يبعدني عن الإمام عجل الله تعالى فرجه أحذفه من حياتي أقطعه من حياتي أبعده عن طريقي هذا أساس إذا أريد أن أكون مهدوي ولكن إذا لا أريد أن أكون مهدويا فهذا أمر آخر الإمام صلوات الله وسلامه عليه يضع النقاط كما نقول على الحروف يبين الأمور إذا أردت أن إذا أردت أن أكون في هذا المنهج المهدوي فإذن فقال لنا ان لصاحب هذا الامر غيبه هذا الامر يعني قضيه الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف هذا الدين هذا المبدا هذا القران هذه الرساله رساله, رسالة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كل هذا المبدا لصاحب هذا الامر غيبه هناك تقدير الهي ان هنالك غيبه للامام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف المتمسك فيها بدينه انتبهوا طيب الامام يركز على الدين بدانا بالدين وهذا الزلزال وهذا البركان وهذا الطوفان وهذه الرياح الشديده التي كثيرا ما من كان يتظاهر بالالتزام الدين اخذته اخذته الرياح العاتيه الزلزال زلزل ايمانه قضى عليه ولكن المؤمن في مختلف الاحوال ولو ان الناس ارتدوا ولو ان الناس ابتعدوا عن الله ولو جرى ما جرى يعني اجواء البيت عندي انا اجواء البيت سيئه ما في علاقه بالله ما في التزام ما في دين انا اكون تلك الزهره الموجوده بين هذه الاشواك البيئه المجتمع الواقع الاجتماعي انا غريب انت لست بغريب الانسان اللي في قلب الحجه ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه ليس بغريب ابدا انا في كل وقت أت اتمكن ان احافظ على ايماني وديني ولو هنالك ضغوط من اهلي من اقربائي من اصدقائي من مجتمعي يكن من يكن هنالك امثله كثيره على الاستقامه في الدين والصبر الامام يقول المتمسك فيها بدينه في أيام الغيبة الإنسان الذي يتمسك بدينه كالخارق كالخارط للقتاد يعني ماذا؟ ثم الإمام يوضح شنو يعني الخارط للقتاد يعني ماذا؟ ثم قال الراوي يقول ثم قال هكذا بيده وضح بيده فأيكم يمسك شوك القتاد بيده بيده الإنسان الذي يمسك شوك هذا الشوك يتمكن الانسان يمسك الشوك هذا ويسحبه كل اشواك يعني اذا كان في نبته فيها شوك بامكاني ان امسك هذه النبته واسحب ايدي فايكم يمسك شوك القتاد بيده ثم اطرق مليا الامام يعني الان اذا واحد فعلا اراد ان يتصور الامام جعل صوره جميله ضرب مثال جدا جميل شلون الانسان المحافظ على دينه كالقابض على جمره من نار شلون؟ شلون الانسان اذا اراد ان يتصور جمره من نار انا امسكها بايدي شلون هذا الشيء شبه المستحيل ما يتمكن الانسان القتاد خرط القتاد ايضا الانسان اللي يمسك هذه الشوكه ويسحب يده شو اللي يصير؟ الاشواك اللي تدخل يعني اي انسان الامام يقول انت المنتظر انت المتدين انت الملتزم في عصر غيبه الامام عجل الله تعالى فرجه تريد ان تحافظ على دينك وانت في دائره حكوميه انت في وظيفه تنظر الى الرشوه تنظر الى المصالح تنظر في بعض الاحيان لابد ان تكذب تتملق لابد ان تخرج من دينك لان الوضع العام هكذا الوضع لها فاذا الانسان المؤمن في اجواء غير مؤمنه غير ملتزمه انت طالب بالجامعه وتنظر الاجواء موجوده كيف الانسان يحافظ على نفسه اذا كان طالب بالمدرسه او طالبه وتعلمون اليوم المدارس حتى على مستوى الثانويه والاعداديه كم هي فيها من الامور اللي لا اود ان اذكر هذه الامور ولكن هذا التحذير هو واجب وضروري واجب وضروري أحداث كبيرة وأمور جدا مدمرة على كل حال فأنت أن تمسك على دينك يعني الإنسان الذي يحافظ على دينه وعلى التزامه وعلى تقوى وعلى ارتباطه بإمام زمانه عجل الله تعالى فرجه كالإنسان اللي ماسك هذه النبتة وهذه ال كالخارط لهذه القتاد ثم اطرق مليا الامام الصادق عليه السلام لانه احنا كثيرا ما نتكلم ولكن لما نصل الى العمل الانسان يخفق لماذا يقول المرابطه؟ لماذا الحديث عن المرابطه؟ ليش؟ المرابطه يعني انك تكون دائما مرابط مستعد فهذا قد يستدعي انه هذه الاشواك تمسكها تؤلم نفسك تتالم راح ياذوك راح يتعبوك راح يهددوك مصالحهم في خطر وانت امامهم انت تنظر الى مرضات الله والى مرضات امامك عجل الله تعالى فرجه الشريف ثم اطرق الامام الصادق عليه السلام مليا يعني تامل الامام ثم قال ان لصاحب هذا الامر غيبه فليتق الله عبد وليتمسك بدينه. الدعوة إلى التقوى. الدعوة إلى الورع. الدعوة إلى الابتعاد عن المحرمات والاقتراب من الله تبارك وتعالى، يعني ماذا؟ أريد أن أصل إلى نتيجة مهمة، يعني أنت الإنسان الذي تسعى أن تتمسك بدينك، عليك بتقوى الله تبارك وتعالى. عليك بالورع. وهذه كلمات ومفردات في حياتنا اليوميه والعمليه كم نحن نحتاج الى هذه الاستقامه؟ ايش كثر؟ ايش كثر نحتاج احنا؟ يعني بعض الاوقات الشاب يواجه ابوه ابوه يقف امام التزام الاب الام تقف امام التزام وحجاب البنت كثيرا ما يحدث الام الصالحه التي تركز على حجاب ابنتها هذه نعمه عظيمه. هذه نعمه عليها الشكر المستمر ولكن كثير من العوائل الاباء والامهات يقفون امام الالتزام. فانت وانت تحافظ على التقوى وتكون ورعا تبتعد عن المعاصي، كم يحتاج الى صبر. فعلا فعلا هذا امر عملي. خرط القتاد يعني هو هنا الإمام جاء بهالمثال الرائع والجميل كم هي بلاغه أدبيه من الإمام الصادق يقول انت تتألم تتألم وانت تجرح وانت تتأذى يعني بالنتيجه الإنسان المؤمن يتألم ويتأذى ويقع في مشاكل كثيره ولكن بالنتيجه ماذا تتمسك بدينك حافظ الله يقول نعم أنت في هذه الدنيا تألمت ولكن أنا أعوضك التعويض الإلهي لا يأتي في عالم الآخرة فقط تعويض الإلهي حتى في الدنيا في الدنيا رب العالمين يعوض الإنسان على هذا الصبر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ربنا يقول نعم انتوا تألمتوا ولكن الملائكة تنزل عليهم وتعطيهم الأمل الكبير والوعد الكبير في يوم القيامة ألا يكفي؟ ألا يكفي أنت الإنسان المؤمن بإمام زمانك تمتلك عقيدة صحيحة تمتلك إيمان، التزام، تدين عملي الملائكة تسددك الملائكة تنزل لا تخافوا ولا تحزنوا لا تفكر بالدنيا لا تتصور مصالحك الدنيويه ستنتهي او انك تفكر بالقلق تقلق الحزن والقلق دنيا واخره في كل الاحوال لا تخشى من الاصابات الدنيويه والماديه وانما الملائكه تبشرك بالجنه ان شاء الله جنه الدنيا والاخره الانسان المؤمن الله سبحانه وتعالى يمسح على قلبه، صح يصبر ويتحل ويتحمل ويتالم ويتاذى ولكن الله يمسح على قلبه. الانسان بالنتيجه النصر للمؤمنين. الانسان المؤمن المهدوي النصر له يحتاج الى ثبات يحتاج الى صبر واستقامه، لازم نصبر. ليس لدينا اي خيار اخر. مداهنة أهل الباطل مشكلة أروح إلى عرس وأنا أدري هذا العرس في أغاني ومحرمات مشكلة مداهنة أسمع الغناء في السيارة في الخط وأنا راجع من الجامعة لأنه إذا أتكلم يقولون هذا صار شيخ صار مؤمن براسنا لا تهتم كن قوي كن قويا صابرا مؤمنا أنت تتمكن لا تقل أنه أنا ما أتمكن لا تقول يستهزئون فيّ. لا تقول لا تقول يضحكوا عليّ. لا. أنت قادر. أنت بطل. الإنسان اللي في قلبه الحب إلى طاعة الله لا يضعف. أنت العاشق لبقية الله. أنت اللي تقول يا حجة الله يا بقية الله يا أبا صالح المهدي أدركني وأغثني. أنت اللي تستغيث بمولاتك فاطمة سلام الله عليها، لا تخشى من شيء. عندك سلاح ايماني لا يقف امامه سلاح وهذه العقيده اللي عندك وهذا الصبر وانظر الى النصر الالهي كيف ان الله سينصرك ويسددك فاذا الانسان يصل الى هذه الدرجات الكبيره والرائعه ايضا المنتظرون هنيئا للمنتظرين لحجه الله هنيئا لكم عامل فخر واعتزاز ان الانسان لما يقرا هذه الروايه هذه الروايه القادمه روايه رائعه جدا تعطي الامل تعطي القوه المنتظرون لبقيه الله هم افضل اهل كل زمان كم له قيمه هذا الحديث يعني اهل البيت سلام الله عليهم ماذا يقولون لنا انتم في عصر الحجه ابن الحسن هم يعلمون سلام الله عليهم يعلمون ان هذه المرحله فيها الفتن فيها الاهواء فيها كثير من الازمات والمشاكل عندنا اتصال نسمع هذا الاتصال نستقبل هذا الاتصال وبعد ذلك نقرا الروايه الجميله الرائعه الاخت زينب من كربلاء تفضل يا اخت زينب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله أهلا ومرحبا حياكم الله. آه طبعا أنا دائما محاضراتك معها دائما. أشكركم، شكرا لكم. إي، شو اسمه؟ كيف أطرق للإيمان بالله؟ الصوت ش... كنترول صوتي يتقطع. اذا ممكن اخت زينب بتعدلين يعني مكان وجودك يكون مكان في ارسال حتى اسمع السؤال السؤال ان شاء الله نعم اي شيخنا عن الامام شلون اصبر؟ الامام المهدي شنو؟ كيف؟ كيف؟ بس عدلي مكان وجودك لو سمحتي حتى اسمع السؤال، السؤال لو سمحتي. ما عرفت شنو السؤال, السؤال كان؟ يلا يلا اوكي. على كل حال الروايه موجوده في الاحتجاج عن ابي حمزه الثمالي عن ابي خالد الكابولي طبعا الان انا لست في صدد بيان مقامات اصحاب الأمة سلام الله عليهم اللي الانسان فعلا يتمنى ان يصل لهذه المقامات الرفيعه والعاليه، شلون وصلوا الى هذه الدرجات؟ كيف ان الانسان العادي تحول الى صحابي جليل وله مقام عند الامام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. عن علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه قال تمتد الغيبه بولي الله الثاني عشر من اوصياء رسول الله صلى الله عليه واله ولئمه بعده يا ابا خالد ان اهل زمان غيبته يتحدث الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه زين العابدين يتحدث عن هذه المرحلة يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلون بإمامته مو كل إنسان ليس جميع الناس اللي هم أيام الغيبة لا القائلون بإمامته هذا نقطة مهمة جداً أن الإنسان الذي يمتلك العقيدة الصحيحة. هذه العقيدة لازم نوجه مجتمعاتنا سيما المجتمعات الشبابية، لابد أن نوجه المجتمعات الشبابية إلى العقيدة السليمة بمحمد وآل محمد، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذه رسالة مهمة، جميع الشباب، اسمعوني جيدا، أنتم في عصر الغيبة، أول مسؤولية عليكم انت تزور الامام الحسين وانت تخدم في مجالس الامام الحسين وانت تاتي مشيا الى كربلاء كلها امور رائعه وعظيمه وجزاك الله خير قول عقيده بالامامه يعني الائمه سلام الله عليهم ائمتنا في عصر الغيبه يقول هؤلاء الناس اللي زمان الغيبه موجودين القائلون بامامته يعني المعتقد له عقيده راسخه بالامام يعني اذا واحد سالك لماذا ان علي بن ابي طالب هو الخليفه المباشر لرسول الله؟ لابد ان تعرف الاسباب لماذا هو الخليفه. الذين اغتصبوا الخلافه هؤلاء خرجوا من الدين، لابد ان تعرف ذلك. يعني لابد يكون عندك عقيده كامله صريحه. الامر هو امر الهي. ليس هذا الانسان يقول هذا وذاك، لا، نحن نقول ما قاله الامام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. اذا أن أهل زمان غيبته الناس اللي موجودين ولكن من؟ الشيعة الذين ينتمون إلى محمد وآل محمد القائلون بإمامتهم صلوات الله وسلامه عليهم القائلون بإمامة الإمام هذه الصفة الأولى بعد المنتظرون لظهوره الإنسان المنتظر فعلا سؤال نحن ننتظر الإمام عجل الله تعالى فرجه عندنا حاله الانتظار الان اي انسان تسال تقول له انت تنتظر الامام المهدي يقول اكيد انا ادعو لتعجيل الفرج للامام لا انت منتظر للامام لان الانتظار فيه شروط الان اذا ابين مثال مادي انت الان تنتظر صديق لك هذا الانتظار فيه مشاعر واحاسيس ولا لا فيه مشاعر انت تنتظر بالعكس أنت إذا تأخر هذا الإنسان راح تضطرب تتصل تبحث لماذا تأخر ليكون في حادث سير ليكون في مشكلة ليكون كذا وكذا مئة قضية تحكي فيها هذا المنتظر هذا الجزء دنيوي فكيف الإنسان المنتظر لظهوره هذا السؤال كل إنسان لازم يسأل نفسه أنني فعلا أنا أنتظر ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ الإمام المهدي أنتظر انتظر ظهوره؟ كل إنسان يقول نعم، انتظر ظهوره، زين ما هو الدليل؟ أعطني دليل. أنت الآن يومياً تشعر أنك تنتظر الإمام، كأنه الإمام قادم أنا انتظره. زين الانتظار في دلائل فعلاً سلوكي، إيماني، التزامي بصلواتي، ابتعادي عن المعاصي، هذه كلها دلائل الانتظار. هذا الانتظار الإيجابي اللي الآن نحكي عنه اللي رسول الله يقول أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج ذاك الوقت قبل أكثر من ألف سنة رسول الله يحكي عن انتظار الفرج فعلا الآن المجتمع الإسلامي فعلا الشيعة لمحمد وآل محمد سلام الله عليهم هل هم ينتظرون الإمام المهدي هل هذا الانتظار موجود الكل يقول نعم يقو اقول هاتوا برهانكم اين؟ في المساجد في الحسينيات في المراكز في الشارع في الاسواق الشيء اللي الناس يسوونه الان ما يدلوا على ذلك الحياه في تركيا وسوريا صار زلزال الناس في تلك المناطق دخل اليهم الرعب والخوف ساعتبر من اعتبر ومن لم يعتبر لم يعتبر ولكن في بلادنا ماذا؟ احنا في بلادنا اللي لم تصب بذاك الزلزال اللي يهز الانسان. ماذا؟ اعتبر الانسان تقرب الى الله اذا كان ماكل مال حرام رجع مال الحرام. اذا كان ماكل اموال أيتام رجع اموال الايتام. اذا كان اعتدى على مجموعه من الناس ذهب لابراء ذمته. عملت غيبه راحت لهذا الانسان ابريت ذمتك. من ارتكاب الغيبة تهمة نميمة أخطائك بحق الآخرين مشاكلك مع الناس وإلا هذا الزلزال حرك الإنسان بس إذا ما تحرك ضميره ما تحرك وجدانه ما تحرك في قربة إلى الله تبارك وتعالى ما قيمة هذا الأمر نعم نعم نعم. <صفيق> <سؤال> احسنتم، احسنتم، طبعا هذا الكنترول الان يحكي معي بالنسبة إلى صوت الأخت زينب لأنه انقطع، أنه كيف أمهد لظهور الإمام؟ السؤال الأول، والسؤال الثاني أنه الآن احنا هذه في هذه المرحلة، هنالك الذين لا يؤمنون بذلك، كيف أتعامل معهم؟ أولاً التمهيد لظهور الإمام يبدأ من نفسي. أنا أبدأ أكون عقيدة صحيحة وسليمة. والعقيده الصحيحه لا تكون الا بالمعرفه وقراءه كتب في الامام المهدي مكتوبه في معرفه الامام اقرا هذه الكتب مثل كتاب يوم الخلاص لكامل سليمان من الكتب الرائعه والممتازه مثل كتاب بكال المكارم وكتب كثيره موجوده بامكاني اطلع عليه واقراها فاذا اريد امهد لظهور الامام اولا لازم انا امتلك الشخصيه المهدويه المناسبه هذه نقطة مهمة جدا. ابدا من بناء ذاتي انه انا شخصيتي الايمانية المهدوية لازم ابنيها. لازم اعمل دعاء الندبة. لازم اعمل مجالس الاستغاثة بالامام المهدي، اتصدق على الامام، انشر بين الناس قضية الامام. انا شخصيا اذهب لزيارة الامام الحسين وانوي هذه الزيارة للامام عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه امور بسيطة جدا. فاذا لتمهيد الظهور للامام لابد ان نعمل وكل انسان لازم يعمل، المشكله ان اهل الايمان لا يعملون البعض يقول لا اهل الايمان يعملون، ما هو الدليل على ان اهل الايمان يعملون؟ احتاج دليل احتاج برهان ما هو الدليل؟ كيف نعرف ان اهل الايمان يعملون لظهور ويمهدون لقضيه الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، ما هو الدليل؟ الدليل في الارض الواقع الان اذهبوا الى الناس الى العالم لاحظوا العالم شوفوا الناس ما في توجه للامام المهدي قضيه الامام المهدي الناس جامدين في جمود في عدم توجه للقضيه المهدويه هذه مشكله بحد ذاتها كيف يظهر الامام عجل الله تعالى فرجه والناس لا يشعرون بحاجتهم الى حجه الله ينظرون الى الفساد واهل الفساد وينتقدونهم ويتكلمون عن الوضع ومشاكل الدولار وارتفاع الدولار وغلاء المعيشه وكل هذه المشاكل اللي التي الان نحن في منطقه الشرق الاوسط نعاني منها ولكن ماذا ماذا خطونا لتمهيد الظهور للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ماذا صنعنا المجتمع غير مهيئ أهل المصالح وأهل الدنيا ولو تظاهروا بزي الدين هؤلاء لا يسمحون لنا بالتوجه للقضية المهدوية لأن الناس إذا توجهوا للإمام المهدي هم تضرب هذه المصالح التي كانت لهم واللي هم سارين فيها نعم الرواية تقول الرواية تقول أنه يا أبا خالد لأن وقتنا قليل أقرأ الرواية وأحاول أن أختم يا أبا خالد أن أهل زمان غيبته القائلون بإمامته أولا المنتظرون لظهوره أفضل أهل كل زمان يعني أنتم الناس في عصر الغيبة الكبرى أفضل كل زمان وهذا في إطلاق عام يعني منذ آدم إلى الآن أفضل الناس اللي الآن هم هؤلاء القائلون بالإمامة أولا والمنتظرون الحقيقيون لظهور الإمام لأن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والإفهام والمعرفة انتبه أعطاهم من العقول والإفهام والمعرفة ما صارت به الغيب عندهم بمنزلة مشاهده نعم الامام المهدي غائب ولكن يشعرون بالامام كان الامام هو حاضر هكذا يتعامل يعني الامام الغائب يتعامل كانه يشاهد الامام كانه يعيش المشاهده ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله، أنت المنتظر للإمام المهدي وأنت القائل بإمامته في هذه المرحلة أنت تعتبر بمنزله المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه واله، هذه الشخصيه المهدويه الشخصيه المهدويه الحقيقيه المجاهد بين يدي رسول الله بالسيف اولئك المخلصون حقا. جميله رائعه الروايه اولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة الى دين الله سرا وجهرا وقال صلوات الله وسلامه عليه انتظار الفرج من اعظم الفرج اللهم عجل لوليك الفرج دائما ندعو الله تبارك وتعالى لتعجيل فرج الامام المهدي هذه مسؤوليتنا جميعا لا تقل انها مسؤوليه العلماء فقط كل واحد منكم رجالا نساءً كبارا صغارا مسؤوليتنا تتمكن في المسجد أعمل ما تتمكن في الحسينية ما تمكنت في مركز ما تمكنت في داخل بيتك ما تمكنت في أي مكان نعمل لقضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لا بد أن الناس يخرجوا من الغفلة ويقوموا من, من هذا النوم العميق ومن هذا السبات ويتوجهوا إلى إمام زمانهم عجل الله تعالى فرجه الشريف حياكم الله إن شاء الله في مساء كل أحد ومساء كل ثلاثة نكون بانتظاركم على قناة المهدي الفضائية إن شاء الله في سلسلة من هذه البحوث المهدوية دعواتي لكم بالتوفيق والسعادة والخير وآخر دعوانا اللهم عجل نبيك الفرج وحياكم الله oh